السلام عليكم. في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن ازاي نوتوميت عملية اللايتنج في الهومز، ان احنا نخلي الاضاءة تنور وتطفي اوتوماتيك. وعشان نخلي مثلا الاضاءة تنور اوتوماتيك، فمحتاج يكون في شرطين عندنا يتحققوا. اول شرط ان نبدأ نديتكت ان في حركة عندنا في البيت، يعني في اشخاص يعني. وتاني شرط ان احنا ما نكونش بالنهار، نكون بالليل مثلا عشان ننور نخلي الاضاءة تنور. فعشان نعمل الشرطين دول لازم نجيب لهم 2 سنسور، سنسور يديتكت الحركة الموشن بحيث يقول لنا ان في اشخاص ولا لا، وسنسور تاني يديتكت اللايت يعني يقول لنا في اضاءة ولا مفيش، يعني هل احنا بالنهار ولا بالليل. فعشان نعمل الكلام ده معانا اول سنسور اللي هو اسمه PIR سنسور ده، والسنسور ده هو اختصار لباسيف انفراريد انفراريد، تمام، اللي هو PIR، تمام. ده بيديتكت ايه؟ بيديتكت الموشن، تمام. يعني ممكن تيجي هنا للشات جي بي تي وتساله، تقول له وات از بي اي ار سنسر، فيبدا يقول لنا على طول ان هو عباره عن اختصار لباسيف انفراريد، تمام. ده نوع من الموشن سنسور، اهو بيديتكت الموشن عن طريق ان هو بيميجر الايه الانفراريد انرجي اميتد باي بيرسون اور اوبجكت، تمام. يعني اي حركه بتحصل بيكون لها انفراريد، فهو بيبدا يقيس الانفراريد دي اللي هي مبعوثه من خلال البيرسون او الاوبجكت، تمام. وهنا بيشرح تفاصيله اهو، تمام. ومحتاجين حاجه كمان معانا اللي هو سنسور تاني يديتكت اللايت بقى، فده اسمه فوتو ريزيستور، ده اللي هو بالشكل ده كده. وده طبعا بيقيس لنا الايه اللايت، يعني قد ايه في لايت موجود، وده اللي هيعرفنا سواء احنا بالليل او بالنهار. طيب كويس، تعالى كده نشوف التوصيلات. انا هنا عندي ايه سيجنال، طب هنا باور، طب هنا جراوند. تعالى ناخد الجراوند اهو ونوصله بمين، نوصله بالجراوند اهو، وبعد كده هناخد الباور وطبعا هنوصله بمين، 5 فولت اهو اللي هو ده، تمام. وبعد كده هنبدأ ناخد السيجنال ونوصلها بال، لازم نسأل نفسنا بقى الأول سؤال، هو احنا السيجنال دي هنوصلها بالبنز بتاعة الديجيتال ولا بتاعة الأنالوج؟ فهتلاحظ إن أصلا البي أي آر ده هيدينا إيه، أو إن احنا متوقعين منه إيه؟ متوقعين منه إن هو يقول لنا في ديتكشن أو مفيش، يا 1 أو 0. ففي الحالة دي احنا محتاجين نوصل بإيه، بالديجيتال ولا بالأنالوج؟ بالديجيتال. فهناخده اهو كده بالشكل ده كده، ونيجي مثلا نوصله بالبن رقم 7 دي. طيب تمام، بعد كده هنمسك مين، هنمسك الفوتو ريزيستور ونوصله هو كمان. لاحظ الفوتو ريزيستور ده هناخد منه الواسطة دي، هو فيه 2 تيرمينال، هناخد اي من التو تيرمينال دول ونغذيه بال 5 فولت اهو، تمام. الشكل ده كده، وهناخد الطرف التاني، تمام. هنجيب ريزيستور معانا اهو عشان بس الدنيا تبقى تمام، ريزيستور. فهناخد الريزيستور ده هوصل الطرف ده هنا كده، هنا كده، الطرف التاني بالريزيستور، والريزيستور ده هوصله بمين، بالجراوند. طيب تمام اهو، هنيجي هنا كده ونطلع فين، على الجراوند ده، اي من التلاتة جراوند ده او الاتنين دول. وبعد كده هاجي اخد واسطة من هنا كمان، تمام، واوصلها بمين، بالانالوج ولا الديجيتال. دلوقتي احنا عاوزين نستقبل منه، لاحظ ان اصلا البي اي ار ده سوري الفوتو ريزيستور ده بيدينا يعني قيمة انالوج، قيمة انالوج. الانالوج دي بتعبر عن قد ايه الاضاءة موجودة، يعني ممكن تلاقي اضاءة عالية جدا لو اداك رقم كبير، رقم قليل يبقى خلاص اكن اضاءة مفيش، رقم منعدم خالص قريب من الزيرو ده معناه ان مفيش اضاءة خالص اصلا الدنيا ضلمة. فطبعا ده هنحتاج ان احنا نوصله بالانالوج، لان هو هيدينا قيمة انالوج، ودي اللي على اساسها هنحط ثريشولد معين يقول لنا بقى يفصل لنا سواء في نور او مفيش نور. فهناخد التوصيلة دي اهو واروح مثلا اوصلها ب A1 مثلا،
اي بن من دول. تمام. طيب هتقولي التوصيلات دي عرفناها منين؟ دي هي توصيلات بتاعته، ممكن تيجي ده اسمه ايه، احنا قلنا ان ده اسمه فوتو ريزيستور. ممكن نيجي هنا للتشات جي بي تي نقول له give me the connections for الفوتو فوتو ريزيستور بالشكل ده كده، واديها انتر، شوف هيقول لنا ايه. طيب خلينا نستوب. تمام. هقول له ايه with Arduino عشان يبقى برضو الكلام واضح. with Arduino Arduino Uno R3 هنبدأ نشوف كده. هو أول حاجة بيقول لك connect one leg of the voltage resistor to 5 فولت on the Arduino، ودي احنا عملناها اهي، خدنا واحدة لج من لج منه اهي، وصلناها بمين بخمسة فولت اهو. تمام. واللج التانية connect the other leg of the photoresistor to an analog input pin on the Arduino board. تمام. وليكن مثلا A0، فاحنا دي برضو عملناها، خدنا اللج التانية وصلناها بمين بانالوج، بس احنا وصلناها بA1. تمام. و تالت حاجة بيقول لك connect one leg of a 10K ohm resistor، اهو احنا وصلنا الليج برضو دي بأوم، وهيقول لك دي وصلها بمين بالجراوند اهو. تمام. to the same input pin that the photoresistor is connected to. وبعد كده قال لك connect ال other leg دي of الكيلو ال 10 كيلو اوم resistor لمين للجراوند، وده اللي احنا عملناه بالظبط، وصلناه لمين للجراوند. ودي دي شكل التوصيلة وهنا شارح. وبيقول لك كمان لو انت عاوز تقرا منه هتقرا منين بالانالوج ريد، تمام، مش بالديجيتال ريد، ودي هنستخدمها دلوقتي. تمام. فدي بكل بساطة يعني بيوضح لنا الكونكشنز ماشية ازاي لو ان احنا مش عارفينها يعني. وطبعا الكلام ده ممكن نسأله في اي بقى سنسور زي ما احنا عاوزين. وبعد كده هنجيب معانا بلب اهو، اللمبة. اللمبة دي هنغذيها بإيه؟ هنغذيها بالجراوند. هاخد الطرف ده أهو، تمام، وأروح هنا أغذيها بمين؟ بالجراوند أهو. تمام. والطرف التاني للبالب هغذيه بمين؟ هغذيه طبعا بالسيجنال، يعني أنا هديله هنا سيجنال أهو، بس طبعا يعني هي ديجيتال، يعني البالب دي هقول له ايه ديجيتال رايت 1 او 0 او هاي او لو، بحيث ان هي تنور او ما تنورش، فانا هي ديجيتال، فهوصلها مثلا وليكن بالبن رقم كام، رقم 6 بس كده. فدي كده الايه التوصيله بتاعتنا اهي. تمام. عندنا البي اي ار، وعندنا الفوتو ريزيستور، وعندنا البالب. هنبدا بقى نكتب الكود بتاعنا. تعالى كده نكتب الكود اهو، خلينا نكتب مثلا النهارده كده بالتكست، ماشي، كونتينيو. ده انا عندي السيت اب اهو، اللوب هبدا هنا، هاجي اقول له ايه البن مود، هظبطها، هاخدها كده كوبي. احنا عندنا ثلاثة اجهزه، ثلاثة سنسور. فاول بن مود احنا عندنا مين، عندنا ده 7 صح، 7، يبقى انا هقول له ايه 7. وده طبعا السبعة ده هو احنا قلنا انالوج ولا ديجيتال، ديجيتال، هي مش نقطة كلامنا دي دلوقتي. يبقى سبعة ده اوتبوت ولا انبوت، انبوت. وعندنا بعد كده البولب، دي هي الوحيدة اللي هتبقى معانا. البولب دي على كام، متوصلة على 6، فهقول له 6 و اوتبوت. تمام. واخر واحده دي هاخد دي كوبي اهو، حطها هنا. ده على مين، A1، A1، وده ايه، وده برضو input. طيب كويس، يبقى احنا عندنا 2 input هناخد منهم، اللي هو الديتكشن واللايت. تمام. والبلب بس هي الوحيده اللي output، اللي هي رقم 6. طيب كويس. بعد كده هنبدا نعمل ايه، هنيجي نقرا بقى منه. فهنقول ديجيتال بدل ما هي رايت، هقول له ايه ريد،
ديجيتال ليف من مين بقى؟ اقول له اقرا من، تعالى كده نجيب اللايت ده اللي هو اقرا من كام، من 7، تمام، من 7 بالشكل ده كده. طبعا هخزنها مثلا في متغير وليكن اسمه موشن ديتكتور بالشكل ده كده. طبعا ده هحتاج ان انا اعرفه، فهاجي ان انا اعرفه فوق هنا خالص اهو، اقول له مثلا فلوت ده بالشكل ده كده، تمام. هنحذف دول بقى، مش عاوزينهم. خلينا يعني نرن كده ستارت. طيب تمام، هو بيرن دلوقتي، خلينا نوقف الرن. هنعمل ايه؟ خلينا نطبع الموشن ديتكتور ده بحيث نعرف القيمة دي طالعة ايه. طب انا عشان اطبع محتاج ايه؟ محتاج مثلا سي اوت زي السي بلس بلس ولا ايه؟ تعالى خلينا نستعين بالتشات جي بي تي. هقول له مثلا give me code مثلا for printing using سي بلس بلس، صح؟ ان ايه؟ ان اردوينو بقى، نقول له في الاردوينو عشان ما يروحش يجيب لنا سي ان وسي اوت. تعالى كده نشوف ممكن يستخدم لنا ايه. لاحظ قال لنا في حاجة اسمها ايه، حاجة اسمها سيريال اهي، هنا عمل لها ايه دوت بيجن، وبعد كده جوه في اللوب قال سيريال دوت ايه دوت برنت لين. حلو اوي. يبقى هنا قال لك اهو اول حاجة هتانيشالايز حاجة اسمها سيريال كوميونيكيشن ب 9600 بت بير سكند، قال لك دي، فهناخد دي اهو، تمام، ونحطها فين؟ في السيت اب عندنا. دي السيت اب، هحط انا هنا ايه دي اللي هو سيريال دوت بيجن، ابدا افتح يعني سيريال كوميونيكيشن، وبعد كده هاجي هنا في اللوب هقول له دي، هاخدها من عنده هنا اهو في اللوب احطها هنا. وطبعا انا مش عاوز اطبع هلو وورلد، انا عاوز اطبع مين؟ الموشن ديتكتور. طيب تعالى نرن كده، سوري ستارت سيميليشن. تعالى نفتح المونيتور اهو، لاحظ ان هي بايه؟ بزيرو، صح؟ طب تعالى كده نوقف عليه. لو انت جيت وقفت عليه اصلا اهو، هتلاقي شايف النطاق ده، ده النطاق الانفراريد بتاعه اللي هو بيتكت فيه. فانا لو حركت دي بص هتلاقيه قلب بواحد اهو، تمام، حركتها في اي حتة في النطاق ده هتتن تديها واحد. لو انا وقفت شوية كده ما حركتش هيبدأ يقلب ايه، زيرو، بس قلب زيرو، معنى كده ان مفيش حركة. طب لو انا حركته كده جبته بره، هو هيديك 1 لانه اتحرك هنا، بس لما يجي هنا اول ما يقف خلاص بقى بزيرو. طب لو انت حركته بره النطاق مش هيقلب معاك، ليه؟ لان هو بيديتكت في النطاق ده بس، تمام، ده البي اي ار. فانت طول ما انت بتحرك بره النطاق ده مش هي ايه مش هيديتكت، طول ما دخلت جوه هيقلب معاك. طب هو استنيت شويه وما بتحركش مفيش حركه، هيقلب معاك بزيرو دلوقتي. طيب تمام، ده بالنسبه لمين؟ للبي اي ار. ستوب. عاوزين نفس الكلام نعمل ايه؟ عاوزين نعمل ديجيتال ريد لمين؟ للسنسور التاني بقى ده اللي هو مين ده؟ اللي هو الفوتو ريزيستور. فهنبدأ نقول له ديجيتال ريد ولا انالوج ريد؟ ديجيتال ريد. فدي برضو ايه ما ننساهاش، ده مهمة جدا، لان احنا لو عملنا ديجيتال ريد احنا كده يعني هنقلبها لزيرو وان، مش هتقرا انالوج. فخلي لازم اخلي دي ايه انالوج اهو بشكل انالوج ريد. وطبعا ده ايه موشن ديتكتور ولا لايت ديتكتور. ممكن نيجي كمان هنا اهو كنترول كوبي ونحطه هنا ونقول له ايه اطبع مين اللايت ديتكتور. وتعالى نشوف هو كمان، وممكن نيجي هنا نعمل برنت، سوري نعمل برنت اهو ليه مثلا، تحصل لنا بس ما بينهم، سوري رن بقى كده. انالوج، ايه المشكلة هنا؟ طب بالظبط دي 7 احنا ما غيرناش يا جماعة، فدي برضو غلطة مننا. هو احنا ده A1 المفروض تبقى ايه A1، البن دي اللي هقرا منها A1،
ففعلا ادانا غلط. تعال ستارت كده، انالوج ريد. ايه المشكلة هنا؟ سجز موشن ديتكتور. سوري، ده هو هنا يعني ده ايرور اصلا، احنا ما قرناهوش. هو بيقول لك اللايت ديتكتور از نوت ديكليرد، فهاخدها كده اهي واطلع اعرفها فوق. تمام، كويس ان احنا برضو ايه، شوف الايرورز دي اعرفها هنا اهو ونحط سيمكولون. طب تعالى رن كده ستارت تاني. طيب كويس اهو شغال، وكويس حتى ان احنا برضو ايه غيرنا دي. تعالى كده نشوف او ايه اللي بيحصل دلوقتي، عمال ايه. خلينا نرفعها فوق كده ولا ايه؟ بص اهو ده زيرو لو انت حركته، بس لو حركنا عندنا الموشن ده هيقلب معانا. لو حركنا ده كده بص اهو هيقلب معانا بواحد، صح اهو. تعالى بقى نشوف هو كمان التاني ده عشان احنا مجربناهوش. تعالى كده بص، ده هو هنا حاطط لك لايت اهو. بص هي هنا خافته خالص بزيرو، لو انا حركت ده كده شويه بص ايه اللي حصل، الارقام زادت اهي. ممكن سرعه الطباعه دي نغيرها. بص تعالى منين عشان نقدر نشوف، بس ممكن السيريال دوت بجن دي بدل ما هي 9600 ممكن نخليها 1000 مثلا. تعالى ستوب اهو، هنخليها 1000 وتعالى ستارت. بص بيطبع بالراحة، فدي فكرة برضو الرقم ده ايه، ان هو بيبطأ او بيسرع عملية البرنت. ممكن لو انت خليته مثلا 10 ستوب، خليته ب10 هيبطأ خالص بقى معاك يعني. ستارت كده هتلاقي بيطبع بص يعني حاجة كده ايه بالراحة خالص. فاحنا هنخليه 1000. حلو، 1000 اهو، ورن تاني عشان بس نشوف الطباعة معانا اهو. تعالى كده نحرك ده، تمام بدأ انه يزيد معانا 379 400. طب حركه فوق خالص كده في 600 هو هكذا. تمام، فاحنا خلينا ناخد ايه ثريشولد معين في النص هنا مثلا عند 300 مثلا او حاجة يعني. تمام، بحيث نقول لو اقل من 300 يبقى كده مفيش ايه، مفيش اضاءة. فخلينا نستوب. فعاوزين نقول ايه، احنا عاوزين بقى نحط ثريش يعني اف معين. هنقول لو الهوا مين، لو الموشن ديتكتور ده كان اكبر من الزيرو يعني بواحد، و اللي هو اللايت ديتكتور ده مثلا اقل من 300 مثلا، فمعنى كده ان هو مفيش اضاءة، فخلاص ابدأ نور لي اللمبة. تعالى كده نشوف اهو. خد بالك برضو انت ممكن ده تسيرش فيه على اللي هو الفوتو ريزيستور، تسيرش فيه هنا اهو تيل مي مور مثلا اباوت فوتو ريزيستور، ويبدأ بقى يكلمك عنه اهو. بيقول لك يعني ان هو بي ريسبونس للاماونت اوف اللايت، بيبدأ يشوف قد ايه في اضاءة كتيرة ولا مش كتيرة. measure of to measure intensity of light اهو ده مهم. المهم يعني ممكن تسأله على الرينج بتاعه المدى، هيقول لك ان هو تقريبا اخره 1073. المهم تعالى كده نسأله اهو. الرينج اوتبوت مثلا ما مش فاهمنا ولا ايه؟ قال لك بص ده اللي احنا عاوزينه، convert them into digital value between 0 وكام و 1023 using
الـ ADC Analog to Digital Converter. فهو أصلا الأرقام اللي بيطلعها دي الرينج بتاعها من 0 لـ 1000 23. فأنت اقرأ الحاجات دي برضو تفهم أكتر. فأنا بس بوريك للتشات جي بي تي الدنيا لذيذة فيه يعني. فخلاص نبدأ نعمل إيه؟ ده الرينج بتاع الأرقام اللي بيطلعها اللي هو من 0 لـ 1000 لـ 1000 كام؟ لـ 1023. هنعمل ايه؟ هنبدأ نعمل اف بقى، نقول له اهو سريعا كده اف، لو الايه، لو الموشن ديتكتور ده اكبر من الزيرو يعني بواحد، اند هنا بقى مش بايثون بقى، اند اللاب دي، اند ايه اللايت ديتكتور ده يكون اقل مثلا من 300 مثلا. مثلا حطها بقى زي ما تحطها، خلينا نقول له بالشكل ده كده. اعمل ايه؟ هقول له ديجيتال ايه رايت لمين بقى؟ للبالب. طب البالب دي متوصلة على كام؟ البالب متوصلة على 6، يعني ديجيتال رايت 6. واقول له ايه هاي، طبعا هاي كلها كده مننساش السيمي كولون، واقول له مثلا ديلي 4 ثواني مثلا، 4000 اهو. تعالى كده نستارت، شوف في ايرور ولا لا. طيب تمام، بس تعالى كده نحرك، تعالى نحركه اهو، مفيش ايه، البلب مش هتنور ولا نورت؟ نورت. طب ليه نورت؟ تعالى كده نشوف. نورت لان احنا قايلين له اللايت ديتكتور اقل من كام؟ من 300، يعني اللايت ده اقل من 300. فهو دلوقتي الموشن ديتكتور احنا في حركه، فعملنا حركه كده فكانت الموشن اتحرك بقى بواحد. هل واحد اكبر من زيرو؟ طب هل اللايت ده اقل من 300؟ ايوه، هو اصلا اللايت ده بزيرو اساسا، فالزيرو اقل من 300 فدخل وايه ونور، بس تنت اللمبه منوره. فاحنا ايه، طبعا ده بديهي لان احنا ما قلناش إلس. فهنيجي هنا نقول له إلس، اعمل ايه؟ هقول له ديجيتال رايت دي وخليها ايه، وخليها لو عشان ما تنت منوره على طول. تعالى بقى ستارت ران كده، تعالى كده نحرك، هتنور معانا اللمبه، نورت. طب تعالى كده بص نعلي الاضاءه، اللمبه ايه طفت ليه؟ لان ده معناه ايه لما احنا نعلي الاضاءه؟ معناه ان احنا بالنهار مثلا، صح؟ فطالما انت بالنهار، على بس كده ستوب سيميليشن، مش عارف مين مهنك ولا ايه. على كده تعالى كده اهو نشوف كده. زي ما احنا شايفين كده اهو، خلينا نجيب الكود تاني. فده الشرط زي ما قلنا، لو الموشن لو حصل فيه حركة، حصل فيه حركة والإضاءة دي كانت أقل من 300، فمعنى كده إن احنا إيه، إن احنا مثلا بالليل وفي حركة في أشخاص، فخليها تنور. لو أنت عندك في حركة بس أنت في نور يعني معدي الثريشولد أكبر من 300، معنى كده إن احنا بالنهار، ففي الحالة دي لأ مش هيدخل الشرط ده، فمش هينور اللمبة وهكذا. بس ده بكل بساطة فكرة النهاردة، أتمنى تكون الدنيا واضحة. السلام عليكم.